مرحبا شباب، يعطيكم العافية، موفقين لكل خير إن شاء الله. تغطيتنا هذه المرة ستأخذنا إلى مجمع الحياة بلازا في الدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. ذلك المجمع الذي يقصده البحرينيون بكثرة لتعدد محله ولأسعاره التي تعتبر في متناول اليد. فأهلا وسهلا بكم جميعا. حاليا في مجمع الحياة بلازا في منطقة الدمام، وهذا المجمع مشهور جدا خصوصا لدى البحرينيين، وهذا هو بيت الأسعار للبضائع المخفضة، أحد الأماكن التي يقصدها البحرينيون. سندخل لنصور لكم بعض المناطق. بيت الأسعار للبضائع المخفضة، هذا هو قسم الهدايا كما تشاهدون. مكان الحواشد، ₺25، هذا حق التمارين الرياضية. ₺12، هنا بس الملابس الداخلية ماركة المشهورة دروش. وناقص الأواني المنزلية، هذا هو قسم الأواني المنزلية كما تشاهدون. تشكيلات رائعة، السعر ١١. قسم أدوات السيارات، هذا حق تشارج سعره ٣ دينار. هذا هنا قسم الدلال حق الشاي والقهوة، الأسعار كما ترون ٢٥، طبعا ماركات مختلفة وأشكال مختلفة. هذولين الصغار أسعارهم
على 65 ريال. بيت الأسعار هذولين هاي النوعية عليهم ضمان صراحة محترمين، باصرة اسمهم، شوف هاي الاسم وايد زيني. هنا قسم البلاستيكات أما هنا فهو قسم الملابس، وهنا قسم ملابس الصغار والأطفال. الأسعار 43 و25 و20 هنا ملابس الكبار. الأسعار تتراوح بين 25 و30 ريال سعودي. هنا الفانيلات طبعا، قسم كبير جدا، كان كبير. هنا قسم الملابس الداخلية الأسعار تقريبا 19 إلى 20 ريال. وهذه نظرة عامة على هذا القسم، قسم الملابس كما تشاهدون. شوف هاي القطعة شلون حق الماي، حلوة. قسم الأحذية بيت الأسعار. هنا الأسعار تتراوح بين 29 و40 ريال سعودي، تشكيلة متنوعة، أحجام وشركات مختلفة. Thank you.
قسم الأحذية، هذا هو السعر شامل الضريبة. لمحة هنا على هذا القسم، هذا القسم قسم ملطفات الجو، شوف هاي نوع فخور، في من عدة أنواع. وهذا هو قسم الكريمات، وهنا طبعا قسم الشامبو، في أنواع وأشكال من الشامبو. الأسعار طبعا 5 ريال. هنا أنواع أخرى من اللوشن، الفازلين، وهنا مزيلات العرق نيفيا. الأسعار دوب، الأسعار، وهذا النوع الثاني ب11، ركسونا 11. يلا راح نراويكم مكان مميز يحبونه النسوان، هاي المكان حق المشغولات، مشغولات النخيل، ما شاء الله تبارك الرحمن، مكان جميل، سلال الصورة 10 ريال. ها ان شاء الله قال لكم على الصورة 10 ريال. لا 10 ريال على الصورة، زين هاي حق القناة بتطلع صاحب المحل يقول لكم اللي بيصور 10 ريال، 10 ريال يختلف الفيديو، فيديو 15 ريال دقيقة، 20% 20% تخفيض لكم، حياكم المكان. اسمه مركز نواف، مركز نواف يعني عنده لا بوابة 28 ريالين، في 5 ريال، في 10 ريال وأكثر. مركز نواف الحياة بلازا بوابة رقم 28، بوابة رقم 28، حياكم المكان، صراحة مميز ويستاهل انك تزورونه. خش مجمع الحياة بلازا، بروح داخل مجمع الحياة بلازا بوابة رقم 28. السلام عليكم. السلام، يعطيكم العافية. يعافيك حبيبي. هاي المحل حق البحرينيين، مكان اكسسوارات مال تليفونات، في أحذية، شنط نسائية، اكسسوارات نسائية كما تشاهدون، وهنا الأسعار تتراوح ما بين 5 ريال و10 ريال. هاي القطع ب5 ريال كما تشاهدون، 5 ريال. هنا سجادة الصلاة،
5 ريال. من الساعات اليدوية النسائية هنا ربطات الشعر نتابع معكم هنا قسم الاكسسوارات هذه 5 ريال حق وش هي Well, now in.